عشان مش شرسة، دي منافسة جميلة وكلهم هينجحوا وكلهم هيكسروا الدنيا، كلهم عاملين أفلام مهمة وموضوعات حلوة قوي وأدوار تجنن والناس مشتاقة لهم، فإن شاء الله يكسروا الدنيا بإذن الله. الإعلان الملك، كله حلو، كل حاجة فيه حلوة، والأسماء كلها منورة، والمجموعة الحقيقة جميلة باقة روعة، يعني هالة ومعها شيرين ريدة ورانيا يوسف ودينا وباسم السمرة، كلهم حبايبي وأصحابي وبموت فيهم ومبسوطة بالتجمع ده. أولا ألف مبروك، فرحانة ليها جدا، إن شاء الله نجاح كبير والفيلم يكسر الدنيا بإذن الله. أنت بقى نشوفك كده، بنشوف ده مع حضرتك المرة اللي فاتت الفنانة ليلى علوي وشيرين ريدة، والنهاردة على سيدي، فكلمينا دايما ان انت حضرتك بتبقى حريصه على وجودك لدعمك لاصدقائك. دي مش محتاجه كلام، انتوا شايفين وانتوا تقولوا. طبعا انا حريصه جدا على دعم صديقاتي العزيزات، وببقى فرحانه بيهم جدا، وببقى جايه من كل قلبي، يعني طبعا احنا اخوات وعشره عمر وعلاقتنا جميله، يعني الله اكبر الله اكبر.